ما شاء الله تبارك الله، ومبسوطة كمان. مرة مكياج، مرة روج، رني لي شعر بالشعر. اي مرة شعر. هذين اللي في راسك يا ماما؟ سكر مويا جلطتني بموت. ليه يا رنيم كذا؟ ليه طيب سويت الحركة هذه؟ أنا أصلا ما أعرف إنه بيلصق أصلا. طيب بس قلت سوي زي أروى، لأنها أروى سوت زي كذا سكر موية وعجي صار شعرها مرة حلو. تبي تقنعيني إن السكر موية كمان. السكر موية طول الشعر يصير حلو. لما تنامي يجي على راسك نمل وحشرات، انت مستوعبة؟ طيب عادي روشيني، ايش المشكلة؟ ما شاء الله عليك وتردي كمان. ايوه استني استني، ايش هذا؟ حط بطاطات سيبيها. هذا ايش؟ حطيه إيه؟ عشان لا ينزل. حطيه. ها حبيبي حطيته. وبعدين حط مويه زيادة كمان. قسما بالله العظيم انا مره زعلت، بموت اموت. لا طب ليش تسوي زي كذا يا ماما؟ هم يسووا زي كذا، انت ايش لك صلاح؟ وتكمل وتكمل يا ربي. رنيم عدي، اعتذري بسرعه حبيبي عشان ما اصعد. تكفين تكفين. انا اسفه. طب دحين ايش اسوي في شعرك؟ انا روشين يروح دحين. دحين روشك دحين وهو يروح ما يجي. لا انا كيف افتح هذا دحين؟ بل عليه مويه هو ينقطع المطاطين، بعدين حطي شامبو وروشي. شو الصوت كان؟ كنافه. قسما بالله.